اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قبل اي حاجه في الدنيا، قبل اي حاجه، تعالوا الاول نرحب بضيفتي اللي داخله عليا، داخله عارفين الوحش داخله عليا هتفترسني، والريحه ومش ريحه. تعالوا الاول نرحب بيها وبعدين نعرف منها هي شمت ريحه ايه، عشان انتوا عارفين احنا عاملين ايه النهارده. منوراني خبيرة التغذية الجميلة، الجميلة قلبا وقالبا، الجميلة فعلا بره وجوه، اللي دايما دايما بقول لكم بحبها وبتفائل بيها جدا، وبحب شغلها مع الحالات الصعبة، الحالات اللي هي دايما يتقال بره ايه، لا صعب جدا ولازم عمليات وقرار العمليات، لا. هنا بقى النهارده ضيفتي اللي منوره النهارده تقول لك ستوب، تعالوا لي بس الاول، وان شاء الله ربنا وبفضل الله بتجيب نتائج هايله مع اصعب الحالات. تعالوا نرحب بضيفتي اللي منوراني النهارده، خبيره التغذيه يسرى صلاح. ازيك يا يسرى؟ يا شيف هاله، عامله ايه؟ اعمل فيكي ايه النهارده؟ قولي لي انت شميتي ريحه ايه وانت جايه؟ ريحه صلصه الكشري، وريحه كشري قوي، وقلت النهارده شيف هاله عامله كارثه. حلو. يعني انت شم ريحه الكشري؟ انا حاسه في خيانه في الموضوع. يعني من ساعه ما جت عماله تقول لي كشري كشري، قلت لها انت شم ريحه ايه؟ قالت لي كشري. والشكل اللي انت شايفاه ايه؟ ده كشري 100%. طيب النهارده ده يا اسره بقى تعالوا نفاجئها بقى، ده الكشري الكذاب. يعني ده مش كشري كمان؟ عملت كشري كذاب. دي تشكيله مكرونه في قلب بعضها، بس عاملين لها صلصه الكشري. يعني ما فيهاش الرز والعدس والحاجات بتاعت الكشري. لا بس هو شكله كشري، وعامله لكم الدقه والصلصه اللي هي المشطشطه الحلوه قوي دي، والكشري يعني كماله. طيب وكماله وحلو. فانا النهارده فتحت، انا دخلت عليها ماسكه الطبق بحل كشري وعماله تاكل. والله المعلقه بتاعتي اهي لسه موجوده في البول، لان طبعا الرز بلبن يا جماعه ساقع بقى كده في الثلاجه ووشه مكشر. لا هو كشري يعني رز بلبن، ورز بلبن الحلو. يعني كشري الحلو. طيب حلو قوي. طب هنعمل ايه؟ هناكل. انا جايه اقول لك انت هتعملي ايه معايا. هناكل وهنجيب، هناخد كماله وهنحلي، وانت اتصرفي بقى، دوسوا بقلب جامد. هناكل براحتنا جدا جدا، ومش هحرمك من حاجه، لان انا النهارده جايبالك سفاح الضوء. كلي بقلب جامد. لهو على الاسامي بتاعتك، خلي بتجيب من الاخر اساميها تخض فعلا. سفاح الدهون اللي هو هيقضي على الدهون، هيدخل يقضي تماما على اي دهون مضايقاكي، سواء في الكرش، الجناب، الارداف، الجزء العلوي من الجسم او الجزء السفلي، اي منطقه فيها دهون يا شيف هاله انا بفضل الله مع سفاح الدهون. واول ما تعرفي ان انا جايبه لك سفاح الدهون، هتعرفي ان انا جايبه لك اسطوره في الحرق معايا النهارده. هتبدا تحرق اي مكان عندك بفضل الله ومن غير اي مجهود ولا حرمان. دي الجمله اللي شيف هاله خلاص عودتنا عليها. هقول لك هتخسي بدون حرمان. يعني ايه بدون حرمان؟ يعني مش همنعك من الرز والمكرونه والعيش والرز بلبن والمشروبات الحلوه، كل الحاجات دي عشان اسمعها انا ببقى مبسوطه. تخليه لما اكلها ابقى مبسوطه اكتر بكتير. طيب حرمان يعني اكتئاب، واكتئاب يعني انا هاكل كميات اكل كبيره جدا جدا جدا، وهبقى في حاله اكتئاب وقدامي رز بلبن مش هقول له لا، هبدا اكل منه. طيب انا هعمل ايه مع كل الكلام ده؟ انا جاي لك ووزني زايد جدا جدا، وبقيت اخاف اكل رز او مكرونه او عيش، لاحسن اتخن اكتر من الاول. 100 كيلو 150 200 كيلو هتنزلوا معانا النهارده. الحمد لله في نتائج رهيبه على كبسولات السفاح اللي انا مقدماها النهارده، وقلت انا جايه مع الشيف هاله يبقى لازم اجيب لها بوكس سفاح الدهون. ليه؟ جايبه لك اسطوره في الحرق كبيره جدا جدا، وعايزاكوا تسمعوا المفاجآت زي ما هي مفاجأتني ان ده مش كشري. انا هفاجئها النهارده ان هدخل لها حاجه تقضي تماما على كل الكلام اللي هي بتعمله. طيب معانا ايه بقى النهارده؟ انا مستنيه كبسولات السفاح. شهر كامل يا شيف هاله بينزلني بدون كلام 20 كيلو على الميزان ومقاسات، يبقى انا في 30 يوم 20 كيلو. ده العادي بتاعنا. قوي قوي. المفاجاه ايه؟ ان انا جايبه لك شهر هديه مجانيه مش دافعه فيه ولا جنيه، لمده 30 يوم كمان ينزلوني 20 كيلو كمان ببلاش. يبقى انا النهارده 60 كبسوله ب 60 يوم، يعني شهرين كاملين معاهم فريق طبي بيتابع معاكي من غير ولا جنيه، معاكي شحن مجاني. وعايزاكي تسمعي بقى باقي الهدايا اللي انا جايبها لك مجاني. ده كده يعني ده كده فل، يعني ده كده احنا معانا النهارده 60 كبسوله ب 60 يوم ب 40 كيلو تخسيس. وايه؟ هنسكت؟ بدون حرمان. دي ونسكت
وبدون حرمان. ما هي دي اهم حاجه، هي دي اللي تخلينا عارفه نتشجع. كلمه بدون حرمان دي بتطمني مليون جداً. في الميه صح. بتحسسني ان انا فعلا مع دكاتره فاهمين عارفين ازاي ما يحرموش اي حد، او خبير تغذيه يقول لك احرمي نفسك، انت ماشيه غلط. ماشيه غلط ازاي؟ هتلاقي بعد اسبوع او 15 يوم شعرك بدا يتساقط، عندي هالات سودة، الاماكن اللي انا نفسي تنزل في الوزن واللي انا عامله لها دايت مخصوص ما نزلتش بل بانت اكتر. ليه؟ لان الدايت بيبدا ينزل وشك، بينزل المنطقه اللي فوق، فانت كل ما تنزلي المنطقه اللي فوق منطقه الكرش بتظهر اكتر بكتير، فبتحسي ان انت ما بتنزليش في الوزن. يبقى انا النهارده معايا كبسوله بتروح دايركت على الاماكن اللي فيها تمركز الدهون، زي ايه؟ زي الكرش الكبير والجناب والارداف. انا التارجت بتاعي ان انا انزلك في خلال شهرين 40 كيلو. منين؟ من الاماكن اللي فيها تمركز دهون، زي ايه؟ زي البطن الكبيره. انا لسه والده بقى شايفاها لو دي مشكلتهم كبيره جدا جدا صح. نفسي ارجع منطقه البطن زي زمان. مش عايزه ابقى خس قوي بس عايزاها ترجع زي زمان. الولاده مره واثنين وثلاثه عملت لي كرش كبير، العضلات اللي جوه كل ما بترتخي كل ما يحصل لي كرش كبير. طب احنا بنعمل ايه؟ بنقوي العضلات جدا جدا بتاعه البطن علشان يبدا الدهون اللي وراها تبدا تنزل معايا تدريجيا. طيب بنعمل ايه؟ بديك الكبسولات. وما دام اديت لك حاجه بتسد معاك الشهيه وانت بتاكلي كل حاجه يبقى انت ماشيه معايا صح. ازاي؟ الكبسولات دي جواها اعشاب طبيعيه، الاعشاب دي زيرو سعرات حراريه شفاها لها. مشكلتها الوحيده ان هي بتخليني مش قادره اكمل كميات الاكل، يعني الرز او طبق الرز الكبير اللي انا كنت باكله قبل الكبسولات هاكل معلقتين وقايمه راضيه ومبسوطه طبعاً. وفي نفس الوقت بنزل في الوزن. انت حتى لو معلقتين حتى لو ربع الطبق بس انا كلت كل حاجه ما اتحرمتش يا جماعه. وكمان في حاجه مهمه، احنا لو احنا بنخس بناكل كل حاجه بفضل اكمل، يعني بفضل مكمله. ما انا مفيش حاجه بقى هتضايقني، مفيش حاجه هتخليني ارجع في كلامي، مفيش حاجه هتخنقني. عكس تماما لو انا بستعمل انظمه معينه وحرمة نفسي من كل حاجه مش هستحمل. لو الاراده اللي عندك والحماس في الاول خلاك استحملتي اسبوع 10 ايام اسبوعين، هتبص تلاقي نفسك استوب، لا مش قادره اكمل، انا عايز اكل، الاكل قدامي جميل. فتبص تلاقي نفسك رجعتي ورا ورجعتي اسوأ من الاول، ده انت بالعكس كمان هتلاقي نفسك زدتي لما ترجعي. ما انا عايزه يا يسرى اكل كل حاجه، اعوض ان انا اتحرمت، عايزه اعوض، عايزه ادوق كل حاجه. بناكل الضعف فبتتخني الضعف. لو انت عايزه تنزلي كيلو ونزلتيه في اول اسبوع بالدايت، انت بترجعيه في يوم الفري، اليوم الكارثه اللي بتجيبي بقى المكرونه البشاميل والمحشي والكشري وكل الحاجات اللي انت محرومه منها، بتبداي في الفري تاكليها كلها. يبقى اللي انت عملتيه او الحرمان طول الاسبوع انت رجعتي الضعف نزول الوزن صح. اللي انت نزلتيه. طيب احنا بنعمل ايه؟ بديكي كبسولات بتسد معاكي الشهيه، ولما تحسي ان انت سديتي الشهيه بدون حرمان انت ماشيه معايا صح. طب يبقى احنا حلينا مشكله كبيره جدا جدا، البق المفتوح طول الوقت. عملنا ايه؟ قفلناه. قفلناه بايه؟ بالكبسولات. طيب انا قلت معايا شهر عليه خصم كبير وما قلتوش. والخصم النهارده مفاجاه كبيره جدا جدا جدا، علشان انا بجيب سفاح الدهون ده كل فين وفين، فلما احب انزل بيه لازم انزل بخصم كبير جدا جدا النهارده. وبدون كلام 70% خصم على الشهر الاولاني، واخده عليه شهر هديه مجانيه، يعني معايا 60 يوم بربع الثمن. حلو قوي 70% خصم. ده هو مش سفاح الدهون بس، ده هو سفاح الخصومات كمان. سفاح العروض، يعني بمعنى اصح حتى لو انت خايفه على ميزانيتك، لا النهارده الكورس اللي يسرى منزله لنا سفاح الدهون بيطبطب على الميزانيه، بيقول لك ما تقلقيش هاتي الكورس وانت مطمنه، انت معاكي 60 كبسوله يغطوا 60 يوم ب 40 كيلو ننزلهم في ال 60 يوم. انتم متخيلين؟ بسرعه بقى ارقام التليفونات على الشاشه، نتصل على اي رقم من الارقام دي. الخصم 70% يا جماعه نلحقوا، الشحن مجانا لغايه باب البيت، كمان كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب وكمان صفحه الفيسبوك، ثلاث وسائل اتصال بالفريق الطبي، صفحه قدامكم اهي على طول هتلاقي الفريق الطبي بيتواصل معاكي وبيرد عليكي. اكتبي على طول في كومنت او في الرسائل او اكتبي على الواتساب انا بسال او انا عايزه كورس سفاح الدهون النهارده، الخصم النهارده يسرى جايباه اول مره ينزل سفاح الدهون بالخصم الكبير ده. الصفحه الوحيده اللي كانت قدامكم على الشاشه دي الصفحه الوحيده والرسميه، ودايما بقول لكم الجمله اياها، حتى لو لقيتوا صفحات ثانيه منزله فيديوهات لحلقتنا دي ولفقرتنا دي، لا هي دي الصفحه اللي قدامكم على الشاشه، دي الصفحه الوحيده والرسميه اللي تطلبوا منها كورس النهارده سفاح الدهون. ارقام التليفونات اللي قدامكم دي الارقام الوحيده اللي تتصلوا عليها بس، وكل رقم من دول
عليه خدمة الواتساب، أظن سهلة وبسيطة جدا أهي، ثلاث وسائل اتصال، ولا هتلبسي وتنزلي وتاخدي من وقتك وتاخدي ولادك في إيدك، ولا قادرة تتحركي لازم أنزل غصب عني وبعد كده أروح استشارة. لا يا ستي، ده حتى المتابعة في بيتك وأنت قاعدة في بيتك متستتة كده، المتابعة مجانية مع فريق طبي على أعلى مستوى. نعرف بقى من يسرى كبسولتنا الجميلة النهاردة إزاي في 30 يوم تنزلني 20 كيلو. هقولك كيف معايا عامل مساعد، وزي ما أنت ما قلتي إن نزول واستشارة ووقت وبتستني دورك صحيح. وقت طويل جدا جدا، أنا بوفرلك عليكي وقت وفلوس ومجهود، كل ده وانت قاعده في بيتك، بتطلبي الكورس بتحجزيه، بتكلمي الفريق الطبي، سنك وزنك حالتك الصحيه، اديكي الكورس بتاعك انت اللي تقولي لي من اول يوم انا حاسه يا شيف هلا بفرق كبير جدا جدا. التوت البري والمانجو الافريقي وعشبه السليم والكوجك، كل الحاجات دي لازم غصب عنك هتحرقي معايا جوه الكبسولات. لما بقول لك اعشاب طبيعيه يعني انت واخده حاجه مليون في الميه امنه، كبسولتها الكبسوله المختومه، كارت الخدش جوه العلبه، علشان اضمن يا شيف هلا ان الكورس ده اصلي مليون في المية، مش هيعمل لي اي اثار جانبيه. تمام، يبقى احنا حلينا المشكله ان انت خوفك ان انت تاخدي كبسولات تضر حاجه تانية. بقول لك ان الكبسولات بتاعتك جواها اعشاب طبيعيه، خلاصات الاعشاب دي بتعمل ايه؟ ان هي تحسسني طول الوقت ان انا شبعت. المعده الكبيره او البالونه الكبيره لما املاها بالاعشاب الطبيعيه اللي هي زيرو سعرات حراريه، ويبقى 20% من المعده تاكلي فيه اللي انت عايزاه، فبيحصل ايه للمعده؟ بيحصل لها انكماش، بتبدا تصغر تصغر تصغر. عشان كده بقول لك انت في 30 يوم مش كتير ان انت تنزلي معايا 20 كيلو، ده حلو قوي وفعلا وزن مظبوط. طيب انا اتكلمت عن الكبسولات ولازم يبقى معايا كورس كامل متكامل، قلت لك معايا اسطوره الحرق، يبقى معايا ايه؟ امبولات الحرق. كنت لسه هقول لك والله كنت لسه هنطقها. معقوله يعني انا افتكرت والله ان الكورس خلص لغايه كده بخصم 70% و60 كبسوله، اللي هم 30 كبسوله عليهم خصم 70% وعليهم 30 كبسوله كمان، دول هديه مجانيه، فكده ده الشحن كمان مجانا والمتابعه مجانيه، فكده احنا جبرنا زي الفل. الامبولات النحاته، النحات ده يعني انت خدي الكورس بقلب جامد، ما تخافيش ان انت تنزلي منطقه الكرش وتسيبي والجناب تلاقيها ظهرت، لا احنا بننزل بشكل مظبوط. امبولات الحرق دي بخاف اخدها يا شفاله عضل احطها على ميه او على عصير، بتعمل نفس المفعول، بتحرق او بترفع معاكي معدل حرق ايا كان وزنك وايا كان حرقك الضعيف، غده درقيه، مراره، رحم، سن كبير، يا شفاله ما بتحركش خالص، قاعده على كرسي هتبداي تحرقي معايا اكنك لعبتي رياضه لمده ساعتين كاملين. يبقى انا النهارده جايبه لك بديل الجيم في البيت، جايبه لك بديل الدايت والحرمان، وبتدفعي فلوس كتير قوي في الاكل الدايت، وهتاكلي من اكل البيت اللي انت عايزاه واللي متعوده عليه. يبقى انا حليت مشكله المعده الكبيره اللي بتحتاج كميات اكل كبيره، يبقى انا عمال بحوش ايه شفاله؟ بحوش سعرات حراريه تزودني في الوزن بسرعه جدا جدا. عملت لك ايه او ايه البديل بتاعها؟ الاعشاب اللي هتحسسني طول الوقت ان انا شبعان. هديكي امبولات الحرق اللي هترفع معاكي معدل الحرق، ومش امبول واحد، النهارده اتنين، كل امبول بينزلني من منطقه البطن 3 كيلو لوحده ببلاش. منطقة يبقى البطن انا معايا تحديدا منطقه البطن، لان المنطقه دي عنيده دهون حشواجه او دهون ناشفه جدا جدا اللي هي الدهون الثلاثيه، ممكن بالدايت تنزلي من مناطق تانية، بس هتيجي عند الكرش والدايت مش هيقدر ينزل المنطقه دي، لان المنطقه دي دهون ثلاثيه عنيده قوي. عايزه ايه؟ عايزه حاجه تبدا تدخل في المنطقه دي وتكسرها وتخرجها بره الجسم. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ امبولات الحرق اللي هي النحاته. النهارده معايا منهم اتنين، كل امبول بينزلني 3 كيلو، يبقى انا معايا 6 كيلو ببلاش. ده غير ال 60 كبسوله اللي انا مقدمهم لك النهارده بسعر اقتصادي جدا جدا وعلى قد الايد زي ما الشيف هاله دايما بتقول لكم. طيب معايا ايه كمان؟ في حاجه تاني؟ في حاجه تاني؟ يلا انا مستنيه. اقوى حاجه بقى الكريم السحري اللي بجزيئات الذهب والكولاجين والالوفيرا والجليسترين، عشان يبدا يرطب اي منطقه حصل لها تشققات بسبب الولاده، او ان انا اتخنت ونزلت في الوزن اكتر من مره، او لما هتنزلي معايا في الوزن بالكورس اللي معايا رد فعل الجسم شفالة ان هو يحصل لي خطوط بيضاء او خطوط حمراء او كرمشه في الجلد او ترهلات، طب انا مش عايزه المنظر ده اشوفه، اعمل ايه؟ هديكي النهارده الكريم النحات هتاخديه مع الكورس واستخدمه من اول يوم. طب الكريم ده فايدته ايه؟ الكافيين اللي فيه بيبدا ينزل المناطق الخفيفه او المناطق اللي بتبقى تحت الجلد في اي منطقه زي الكرش او الجناب، وبيبدا يشد المنطقه دي،
ليه؟ لانه فيه الكولاجين، والكولاجين معروف ان هو بيشد اي منطقه هو بيتحط عليها، في الوش، في الجناب، في الدراعات، في الارداف، اي منطقه بتنزل معايا لازم احط لها كولاجين علشان اشد الجلد، لان خلاص انا كرش كبير او المعده كبيره او البطن الكبيره لما تنزل معايا يحصل لها كرمشه، ما انا هودي الجلد ده فين؟ طيب هعمل ايه في الجلد ده؟ هديك الكريم تدهنيه يبدا يشد معاكي واحده واحده، ونبتدي من اول يوم. من اول يوم بنبدا الكورس يا جماعه. خلي الكريم ماشي مع الكبسولات، مع اول كبسوله تاخديها ابتدي على طول ادهني الكريم، الكريم السحري اللي انتوا قلتوا عليه بنفسكم السحري، كلمه سحري دي هم اللي اطلقوها على ببلاش النهارده، وهديه مجانيه. الكريم ده يا شيف هاله انا قبل ما اطلع معاكي لازم اكون ساله على الحاجات دي بكام. طيب الكريم لوحده بره في اي صيدليه ب 800 جنيه، النهارده انت واخداه بولا جنيه، شحن مجاني، متابعه مجانيه، معاكي الكريم هديه مجانيه النهارده، معاكي 2 امبول لرفع معدل الحرق، ومعاكي شهر هديه مجانيه. فالنهارده فعلا فرصه كبيره ان انت تبداي تاخدي الخطوه معايا، وما تستنيش 100 كيلو هتنزلي معايا، ما استناش شيف هاله لما ابقى 101 102 واقول لا انا بقى هنزل الشهر الجاي، لا انت في الشهر ده لو سبتي نفسك هتزيدي على الاقل من 5 ل 8 كيلو. صح. لما تاخدي الكورس معايا وتبداي تنزلي معايا في الاسبوع او كل اسبوع 5 كيلو يبقى انت فعلا اللي كسبانه. ليه؟ لانك واخده خصم كبير، معاكي فريق طبي بيتابع معاكي بولا جنيه، معاكي هدايا حلوه جدا، هدايا قيمه مش اي هدايا وخلاص. واهم حاجه، اهم حاجه ان انا معايا كورس لكل الحالات، يعني اللي عندها ضغط هتبدا تنزل معايا، عندي سكر، مشاكل في المفاصل، عندي اي مرض مزمن هتبداي تنزلي معايا، لان مكونات الكورس كلها على بعضها اعشاب طبيعيه بتفيدك، يعني ملهاش اي اثار جانبيه غير حاجه واحده بس، ننسي هتبقي عطشانه طول الوقت، طول الوقت حاسه ريقك ناشف. على فكره دي حاجه حلوه، خلينا نشرب دايما بقول لهم دي ميزه وعيب ليكم، انتوا بتحسوا ان هي عيب لانك بتحسي طول الوقت ان ريقك ناشف وعايزه تشربي، ودي حاجه حلوه قوي للكلى وللبشره وللشعر، الميه دي فعلا سر الحياه. لما اديكي حاجه تخليكي تحرقي وترفعي معدل الحرق طول الوقت وتبقي عطشانه تشربي لي ميه، يبقى انا ظبطت لك الجسم كله خارجيا وداخليا. وكمان الميه لو الجسم ناقص فيه كميه الميه ما بيحرقش، ما بيبدا يخزن ميه. بالظبط. فاحنا لا، لما نشرب كمان ميه هنساعد الجسم ان هو ايه يبتدي يحرق معانا من اول وجديد. طب يا يسرى بقى، الكورس بتاعك النهارده هيتسال عليه ده، تستاهل طبق كشري وتستاهل كمان رز بلبن. ورز بلبن الكورس النهارده، لان زي ما السفره بتاعتنا غنيه النهارده كده الكورس غنية بتاع يسرى هي مغريه، مغريه برضو الكورس غني ومغري في نفس الوقت. لما يكون الكورس بتاعي فيه 60 كبسوله يغطوا معايا 60 يوم، طب لما يكون كمان الكورس بتاعي فيه الكريم اللي بجزيئات الذهب هديه مجانيه، خدوا بالكم من الكلام. ها عندكم كام حاجه مجانيه النهارده، وعندكم كمان امبولتين حرق كل شهر، هناخد امبول حرق تركيز الاعلى المستورده مش اللي موجوده في السوق لو لقيتوها بره. احسبوا كده كل حاجه لوحدها هجيبها بره على راي يسرى بكام النهارده، كل دي جايه لي هدايا مجانيه، مش هدفع بس غير ثمن 30 كبسوله الاولانيين وكمان بخصم 70%. كل ده هخس قصاده 40 كيلو، هقول كده واسكت، 40 بدون كيلو حرمان. بدون حرمان 40 كيلو، وانا بدوق كل حاجه وباكل كل حاجه وبقوم من على الاكل شبعانه طبيعي، مش انا اللي غصب عني، لا انا لازم اقوم دلوقتي، انا اتقال لي لازم تاكلي 4 معالق رز، كلت 4 معالق رز ولا كان نزلوا في زوري حتى. احنا بندوق. لا ذوق ذوقهم بس، لا انت هتقومي من على الاكل شبعانه لان معدتك هي فعلا شبعانه، الكبسوله ماليه المعده، فالمعده مليانه طبيعي، مدية اشارات للمخ وللجسم هي شبعانة طبيعي. طبيعي مش الاشارات المزيفة الكيماوية او الحاجات التانية. لا بالزبط. انا بديكي حاجة اعشاب طبيعية علشان احس ان انا شبعت، لازم معدتي تكون شبعانة او مليانة. انا بملاها بايه؟ بالاعشاب طبيعية. الاعشاب دي بتظبط معاكي القولون وقرحة المعدة واي منطقة في البطن فيها مشكلة هتبدأ تنظفها، زي الدهون اللي على الكبد لما خرج منطقة الكرش او البطن هتبدأ تظبط معايا حلو جدا جدا. اخاف يا شيف هاله ان انا اسيب نفسي. طب انا لو سبت نفسي هيحصل لي ايه؟ لو ما عنديش ضغط هلاقي ضغط، لو عندي ضغط هيبقى مرتفع طول الوقت بسبب السمنة او زياده الوزن، هلاقي سكر من الدرجه الثانيه، مقاومه الانسولين اللي صعبه جدا جدا دلوقتي،
كمان مشاكل المفاصل وتآكل المفاصل بسبب الوزن الزايد او الحمل الكبير اللي بيأثر عليها. هتعملي ايه؟ هتروحي للدكتور هيقولك لازم تشيلي الحمل الكبير ده، لازم تخسي. طب انا بخس ازاي؟ انا بخاف اعمل دايت، او ما جربتش اعمل دايت قبل كده، او جربت ونزلت كيلو او اتنين وده ما اثرش معايا على الجسم خالص. يبقى انا بقولك في الاسبوع 5 كيلو. 5 كيلو دول يا شفاله بيغيروا الحياه. اه طبعا. انا في الشهر بغير مقاسين. معاكي النهارده شهرين، يعني هتغيري معايا 4 مقاسات، وامشي معايا بالمزوره من منطقه البطن، لان انا النهارده جايبالك امبوليت الحرق بتاعه منطقه البطن. زي ما قلت ممكن اخدها عضل او اخدها او اكسرها على ميه او على عصير. طيب معانا ايه كمان؟ معايا الكريم السحري اللي هتفادى تماما كرمشه الجلد او كرمشه البطن او الكرش الكبير لما ينزل هلاقي فيه ترهلات. انا مش عايزه الترهلات. هديكي ايه؟ هديكي الكريم السحري. يبقى انا النهارده معايا كورس كامل متكامل هيظبط مشكله الصحه بتاعتي اللي هي ايه؟ دهون الكبد والكلى وانسداد الشرايين بسبب الدهون اللي بتبقى في منطقه البطن. لما انزل منطقه البطن انا كده في السليم، ماشيه حلوه قوي قوي، وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسي من حاجه. تعالي بقى نشوف كده صور قبل وبعد، ونشوف كده كل الابطال اللي خدوا القرار وبصوا اتحولوا ازاي. بصي كده يا يسرا، هو فعلا ابطال. اه والله يعني أبطال، ده بطل بجد. كبير جدا 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 جدا، وزنه 145. برافو عليه والله بجد. نزل معانا لل 85 ومثبت وحاطين ايدينا، حتى الرجاله بقت تحط ايديها في وسطها لان الكرش ثقه. شايفين كرشه الكبير؟ يعني هو تقريبا جسمه كله مليان دهون، او الشكل المستطيل. انا من اول وشه مليان، اللغد، الكتاف، البطن، الكرش، كل المشاكل دي. خد الخطوة. خد الخطوة بعد ايه؟ بعد مقاومة الانسولين والسكر. لا، لازم اعمل استوب على نفسي، لازم اخد خطوة ان انا لازم اخس. نزل معايا كام بقى كيلو؟ نزل معايا 65 كيلو. او بصوا الفرق، هي الصورة بتتكلم، هي يا يسرى يعني الصورة هي اللي بتبين هو نزل قد ايه، وازاي اتغير في الشكل، وازاي صحته اتغيرت. الوقفة نفسها فيها صحة، من بعد ما خس حسي لا وقفته فيها صحة ما شاء الله. هو وزنه كبير 145 كيلو، ما اقدرش امشي خطوتين على بعض، هتلاقيني هنهك كتير جدا جدا، وما اقدرش امشي مسافات طويلة. ليه؟ لان خلاص حمل كبير مأثر على التنفس، مش هتعرفي تنامي بالليل، مش هتعرفي تلبسي اللي انت عايزاه. دايما بقول لهم مش الشكل بس اهم حاجه، او اول حاجه هي صحتي، تاني حاجه شكلي. فانا شكلي بيتغير تماما اول ما اخد خطوه التخسيس، صحتي بتبقى احسن. الكل اللي هيشوفني لما كلمه تقولي انت خسيتي وشكلك حلو، دي يعني طبعا دي سقف دي بالدنيا، وتخليكي بقى ايه؟ لا مستمره اكتر. ليه لا؟ يعني ما انزلش اكتر بكتير. يعني لما انا مثلا انزل في الاول مثلا 10 كيلو وابص الاقي كل اللي يقابلك يقول لك ايه ده، ده انت حلويتي، ده ملامح وشك بانت، ده سنك صغر، تقولي ايه ده؟ طب ليه ال 10 كيلو ما يبقاش 20؟ طب انا نزلت 20 كيلو والاقي كلمتين حلوين زي، لا اخليهم بقى 25، اخليهم 30. تعالوا نشوف صوره ثانيه. يلا. يلا بينا. دي بننزل بقى بامان. اه ما شاء الله عليها. 52 سنه. 52 سنه يا شفاله ما خافتش، قالت انا هاخد حاجه تضر حاجه تانية ولا لا؟ انا مستحيل انزل في الوزن، انا سني كبير. لا، ايا كان سنك ووزنك هتنزلي معايا. نازله معايا كام؟ 42 كيلو في شهرين. ما شاء الله والله. في شهرين 42 كيلو. اتغيرت كده؟ ليه بقى؟ اديتها كورس مكثف. بدل ما تاخد معايا كبسوله في اليوم خدت اتنين، لان هي عايزه تنزل بسرعه جدا جدا، وشكلها وصحتها بقوا احسن، وبقينا نلبس ملون. دي اهم حاجه. اول ما تنزلي معايا في الوزن هتلاقي عينك بتروح على اللبس الملون والبناطيل اللي انا كنت محرومه منها وعماله البس في عبايات والجيب، فهتبداي تنزلي معايا في الوزن تلبسي بناطيل وتلبسي لبس ملون. فانا الصحه وسنها كبير. طب يعني الكورس اقدر اخده وانا سني كبير؟ من سن 12 سنه لحد 75 سنه اقدر اديك الكورس عادي جدا بامان. حلو قوي. دي اهم حاجه. الصوره اللي معانا او الحالات اللي معانا يا شفاله بيبقوا بيتفرجوا علينا دلوقتي وبيبقوا خايفين ياخدوا الخطوه، او جربوا حاجات كتير قبل كده وما نفعتش معاهم. ست كبيره زي اللي انتم شايفينها دي، وهي قاعده برضو كانت بتفكر زيكم، بس قالت انا لو سبت نفسي هروح فين؟ هلاقي ضغط وسكر ومشاكل في التنفس وانسداد في الشرايين بسبب الدهون اللي بتبقى في منطقه البطن ودهون على الكلى والكبد. لا، انا هشيل كل ده واخد الخطوه وهجرب. هتجربي ليه؟ لان السعر الكورس اقتصادي جدا جدا وعلى قد الايد، لقيت معاها دكاتره بيتابعوا معاها.
يعني ما حدش سابها، يعني ما اديتكيش الكورس وما شفتنيش بعد كده، بديكي بدل الرقم 18 رقم عليهم خدمه الواتساب. يعني لو مش معاكي رصيد تكلمي في الموبايل هتبداي تبعتي رساله على الواتساب. يعني يسرى جابت لكم الاخر. يعني احنا كنا بنقولها كده ايه بالمتزوق كده، لو الارقام كلها مشغوله، لو ما كلها ما ظبطتش معاكي ادخلي على الواتساب، فيسرى جابت لك من الاخر. او حتى لو معكيش رصيد ادخلي على الواتساب واكتبي على طول النهارده انا عايزه كورس سفاح الدهون اللي يسرى نزلت بيه النهارده معانا. يبقى عندنا ارقام التليفونات، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، وكمان صفحه الفيسبوك في كومنت او في الرسائل تكتبي النهارده سفاح الدهون. هو بجد غني جدا جدا الكورس النهارده بالخصم الكبير 70% خصم، والهدايا المجانيه الكتير جدا. ايوه قولي لهم عشان يعني لسه هزعلهم دلوقتي. ليه لمده قد ايه؟ كل الحاجات دي جميله، وهنزلك 40 كيلو في 60 يوم، معاكي شحن مجاني لكل المحافظات، ومتابعه مجانيه، وجايبه لك الكريم السحري وامبوليه الحرق. ايوه بس لمده ساعتين فقط لا غير. بعد الساعتين حلو، ساعتين بعد الساعتين ولا في شحن مجاني ولا متابعه مجانيه ولا هتاخدي الكريم السحري ولا امبوليه الحرق، وهتاخدي معايا بس فقط لا غير هو الخصم. يبقى انت النهارده واخده خصم بشحن مجاني بمتابعه مجانيه بمعاكي الكريم السحري واتنين امبول لرفع معدل الحرق، فانت النهارده في السليم وفي الامان، بتاخدي حاجه مضمونه. احنا بنطلع مع الشيف هلا فده الضمان كله، يعني انت بتاخدي حاجه وانت مغمضه. وبعدين من كام سنه؟ يعني مش لسه من شهر ولا 200، لا كام سنه واحنا مع بعض؟ 8 سنين الحمد لله، 8 سنين. شهر 7 اللي احنا فيه ده فعلا 8 سنين، 8 سنين بنوعي الناس قد ايه ان انتوا تنزلوا في الوزن وانتوا بتاكلوا كل حاجه بدون حرمان، زي ما شيف هلا دايما بتعودكم ما تحرموش نفسكم. وهي بتعمل اكل ليه؟ مش عشان انتوا تطبقوها وتاكلوها، يا هي لو عايزه تحرمكم مش هتعمل اكلات حلوه تغريكم وتخليكم تاكلوا بدل الكشري العادي الكشري الكذاب، وهتعمليه في البيت عادي جدا جدا. بس احنا ما عندناش حاجه كده. الحاجه فعلا شكلها فعلا زي الكشري فعلا بتاع بره، انا رز بلبن هاكل وهحلي وبنزل في الوزن. ازاي هتعملي الاثنين دول مع بعض؟ ده انا اقل حاجه عماله بتخن. صحيح باكل او انا بشم الاكل بتخن، هتعملي معايا ايه وانا عندي شراهه في الاكل وباكل بدل الطبق اثنين؟ هقول لك كل اللي انت عايزاه وخدي لي الكبسوله قبليها وراها كوبايتين ميه، مليت معدتي مش قادره اكل. زي ايه؟ زي اكله دسمه جدا قوي قعدتي عليها خلصتيها حسيتي بايه؟ ان انت شبعتي، معدتك اتملت. طب انا بملاها بايه؟ بملاها بالاعشاب اللي هي ما فيهاش اي سعرات حراريه اللي هتخليكي شبعانه طول الوقت. يبقى اكلتي اللي انت عايزاه ومليتي معدتك باعشاب طبيعيه، يبقى انا بنزل في الوزن بامان. بديكي فريق طبي يقول لك تاخدي امتى الكبسولات وامتى الكريم وامتى امبوليه الحرق، يبقى انت معاكي فريق طبي بيتابع معاكي كل ده لمده ساعتين فقط لا غير. 70% خصم، شحن مجاني، امبوليه الحرق والكريم، وشهر هديه مجانيه. شكرا شكرا يا يسرى، نورتيني. لازم بقى تدوني معانا الكشري الكذاب والحلو كمان بتاعه. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير يا رب ان كان لينا عمر في حلقه جديده تعجبكم وتفيدكم اكتر. سلام عليكم.